ايه اللي حصل جوه اللجان جوه؟ ايه اللي حصل جوه اللجان؟ اقول لك اللي حصل بالظبط. عادي جدا، الناس كان من جوه لذيذه يعني، مش عايشين ولا حاجه يعني. فاهم؟ ممكن تاخد من صاحبك كلمه يديك حاجه. هو ما يمرقوا ما يقولكش، هو ممكن يفهمك مثلا يعني ايه، يقول يقرا لك وبعد كده يسيبك، مش يقول لك عشان هو مش مصرف اللي هو يقرا والكلام ده. ومن صاحبك؟ ايه؟ من صاحبك؟ لا صاحبي قشطه مع بعضينا. بتغش يعني؟ يعني كانت اللي جنب فيها غش. انت ما غشتش، كان في غيرك، غير في غيرك عمل. لا انا ما اقولكش انا غشيت ولا عشان ما غشيتش طبعا، بس حاجات يعني قليله اصلا، المحل مش مستاهل. هي لجنتك في مدرسه ايه؟ انا جيت في مدرسه خلويه. خلويه؟ اه شكرا يا نيل. النحو كان كويس، وفي اسئله بس مش لفه زي السنه اللي فاتت يعني. امتحان السنه دي اسهل يعني، في مستوى الطالب المتوسط يقدر يعديه. والنحو كويس، في حاجات برضو البلاغه، بس اللي يفكر والبلاغه كويس الادب والادب برضو. لا الادب سهل، من اسهل الاسئله الادب وقراءه، وبقيه الاسئله فيها تكات بقى. بس كان في حاجه متوقعه، حاجه مش متوقعه. نص صغيران والمستر قال لنا عليه، وحاجات في الادب وفي الكشف في المعجم، في حاجات كانت متوقعه كتير وجت زي السنه اللي فاتت الحمد لله. اسمك اول ومدرسه ايه؟ اسمي فاطمه، مدرسه الدوريه. كان سهل جدا، بس النحو كان في رخم شويه. بس بالنسبه مثلا البلاغه كانت سهله ولا؟ البلاغه كانت كويسه جدا. والادب؟ الادب كان شويه ماشي. ايوه بالظبط بالظبط ماشي. تعالى مصاري الادب ونص جميل واحد. حد مناسب، حد مناسب الامتحان جه سهل. طيب حصل اي حالات غش عندكم؟ لا اصلا يعني العدد قليل. طب وامتحان العربي كان فيه اي نقط سياسيه عن الاحداث السياسيه اللي مرت؟ الامتحان اصلا كله كان من المنهج. وكان في مستوى الطالب ايه؟ كان في اللي اشتكى؟ كان سهل جدا يعني، كل درس اول درس يعني اول حاجه في المنهج يعني، مش جايبينه ولا من الاخر ولا من النص، جايبينه اول فتح. هو النحو اللي كان لك شويه.